اهلا بكم متابعي انفاس سايبر، رجعنا لكم في لقاء جديد. معنا اليوم السيد مصطفى برطون بصفته الكاتب الوطني للنقابه الوطنيه للموسيقيين المحترفين. اهلا بك سي مصطفى. اهلا وسهلا، فرصه سعيده وكنشكر المنبر الاعلامي انفاس، ونتمنى ان شاء الله تكون هذه الدردشه هي الغايه منها وافاده المتلقي ان شاء الله. ان شاء الله سي مصطفى، كتعرف بان المجال الفني الان ولا فيه واحد الانتعاشه سواء على المستوى الموسيقى او السينما، ولكن بالنسبه ملي كندويو على المجال ديال الغناء فكنلاحظوا مجموعه من الاعمال الغنائيه الشبابيه اللي كتظهر دابا، ولكن المشكل اللي مطروح هنايا هو ان هذه الاعمال هذه يا اما كتكون كتبعها انتقادات، يا اما هذيك الاعمال بنفسها اللي واخا تكون في المستوى ما كتلقاش واحد الاقبال من طرف الجمهور. فهاد المشاكل اللي كتعاني منها الاغنيه الشبابيه في الفتره الحاليه كيفاش نقدروا نفسروها؟ دابا المعنى اللي فهمت انا من خلال السؤال ديالك هو انه كنشوفوا دابا الاغنيه الشبابيه يعني بحال ما عندهاش واحد التواجد بشكل مستمر، يعني تقدر مثلا كتشوف انتاجات كثيره ولكن التواجد ديالها على مستوى الساحه كتاخذ واحد الفرصه معينه ومن بعد كتغبر. كاين استمراريه مقارنه مثلا مع جيل الزمن الجميل كما كيسمى، ولو انه راه كل زمان جميل وفيه عيوب وكذا. المختصر احنا نشوفوا الظرفيه ديال زمان راه ماشي هي ديال دابا. زمان بعد اول حاجه كان ما كانش الامور غاده بدون حاسب ولا رقيب، راه كانت لجنه ديال كتشرف على الموسيقى بمعنى اللحن خصو تيدوز تما ويتقبل، اللجنه ديال الكلمات ماشي اي كلمات ممكن يدوزو، خصها تدوز الامور وتضبط عند لجنه الكلمات وتوافق على لجنه الكلمات عاد كندخلوا لتنفيذ هذيك الاغنيه على ارض الواقع. ومخافه من انه هذاك العمل ما يتقبلش راه كان كياخذ الوقت طويل والتشاور ما بين جميع مكونات هذيك الاغنيه، شكون المكونات مثلا الموسيقيين اللي هما كانوا طرف مهم في اللحن، ولو ان الملحن كان في غالبيه الاحيان ما لا يعترف بهذا الموضوع، لا كان كيجي وكيجلس مع الموسيقيين وكيقادوا معاه الامور وداك الشيء وكيمشي ويعاود يمشي ويعاود يمشي لحتى كتخرج الاغنيه. الاغنيه هذيك الساعات ناخذوا هذه المساله بعين الاعتبار، ما كانش هذه الغزاره ديال القنوات وديال الاعلام اللي كنشوفوا دابا، ما كانش هذا الشيء هذا بزاف. فمادام الاغنيه عندها واحد القابليه ان المتلقي يسمعها وبصدر رحب وزوينه كتجي الاعلام حتى هو كيدعمها وكتستمر وكتبقى، يعني هذا ما نهضروش عليه. اليوم كاين واحد تكتل ديال العدد ديال القنوات ديال الاذاعات، دخلنا لهذا العالم ديال مواقع التواصل من يوتيوب من وهلم ترى. اذا هاد الناس اليوم ما بقاش كيحكمهم بعدا واحد القانون ديال ارا نسمع باش واش نقبل لك ولا ما نقبلش، لا ممكن اللي بغى فمو يقول يعني ولات الجوده متجاوزه، جوده متجاوزه. ارى فمو يقول اللي بغيتي تقول. انا في بعض الاحيان كنستغرب من بعض الكلمات ديال بعض الاغاني، شتي لحيتي الموسيقى كيجيب لي الله بحال هكا جالس ماشي صاحبه في قهوه ولا كيدو معاه في راس الدرب كيغوت عليه كتولي كلمات هذه، وهادشي راه الضحك على الدخول. اللحن حتى هو ولينا كنستمدوه من اعمال ديجا هي مسجله في دي لوجيسيال كياخذ وكيركب عليها كلام، وهذا يعني ما كاينش واحد الصدق. يعني خاصنا تتمنى ان تقنن هذه العمليه، شي خصها تقنن، ما تبقاش هذه الفوضى، هذه الفوضى. ولكن وكيفاش غتقننها وانت عاطيك عطاك هذا الزمن هذا تاح لك فرصه ان اي حاجه بغيتي ديريها ديرها في المواقع ديال التواصل الاجتماعي، والمواقع ديال التواصل الاجتماعي ما تقدريش تحكميها. ولا ديك المواقع التواصل الاجتماعي كنلاحظوا واحد الظاهره غريبه ولا دابا، لان الفنان حنا كنعرفوا ان الفنان دائما كتبقى كيخصو يكون ما بينه وبين الجمهور ديالو واحد التواصل، فباش يكون هذاك التواصل ساهمت هاد المواقع ديال التواصل الاجتماعي في هاد القضيه، وحنا يعني كنشكروا التكنولوجيا لانها اتاحت هاد القضيه. هذا جانب ايجابي. ولكن في المقابل كنلقاو ان الفنانين خاصة واحد النسبة كبيرة من الفنانين الشباب دابا ولاو كيستغلوا هاد مواقع التواصل الاجتماعي والحسابات ديالهم الرسمية اللي كتقدر نسبة المتابعة ديالها بملايين للترويج لبعض
يعني المنتجات او الماركات العالميه. فشنو اللي خلى الفنان يتحول من فنان يعني عنده واحد القيمه وسط الجمهور ديالو الى واحد بحال واحد تاجر كيسوق المنتجات سواء اللي عندها علاقه بها او لا اللي ما عندهاش؟ هو الجانب الاساسي في هذه العمليه. وشنو اللي خلى الفنان الشاب انه يمشي في هذا الاطار هذا؟ انساي انه في يوم من الايام كنا كنقولوا زمان كاين اللي كيقول لك الفن لاجل الفن، باغي هو الفن، ما عنده حتى شي اتجاه اخر في حياته. لا، حنا اليوم الفن لاجل الماده، الربح. هذه دابا ولات من المسلمات، يعني سيطرات عليهم ثقافه الربح، سيطرات عليهم هذيك الثقافه ديال الماده. اذا بالنسبه ليه الا مشى لشي نوع ديال الغناء راه مشى لانه باغي الفلوس. لما كتقول لي اشنو اللي خلى واحد المجموعه ديال المغنيين ديال الاغنيه العصريه وهذا يوليو حتى هما كيتنافسوا مثلا بالاغنيه الشعبيه، راه الفلوس راه هي شي دابا المصيبه الكارثه العظمى، هو داك التهافت على الماده. وما بقاش الانسان كيراعي انه يحافظ على المبادئ ديالو او لا مثلا لا والو، ولا اقتضى الحال كاع يخرج من الغنى ويدير شي حاجه اخرى من اجل الماده، راه كيقدروا يديروها. كدار في الكواليس ما كدارش في الواقع. ذكرت سي بلطون واحد النقطه اللي كنت جايه باش نفتح هذا المجال. بالنسبه للاغنيه الشعبيه، فواش كتظن ان الربح هو اللي كيخلي دابا الاغنيه الشعبيه هي اللي كتطغى على الصهرات ديالنا الفنيه، وكيتم الاقصاء ديال مجموعه من الانماط الغنائيه الاخرى وعلى راسها الاغاني الامازيغيه اللي عندها واحد الجمهور كبير؟ واش الربح هو اللي ممكن انه يفسر لنا هذه الظاهره هذه؟ انا اليوم كنجي قدام واحد الجمهور، جمهور عريض، راه هو اللي كيقول لي شنو نغني. مادام باغيني نغني الشعبي راه ما يمكنش لي ان نفرض عليه واحد اللون هو ما باغيش. لا، ولكن الامازيغي اللون الامازيغي عندها الجمهور ديالها، ولكن في اماكن معينه وفي مدن معينه. لا، هما داروا القناه الثامنه، لا بغيتي الامازيغيه راه النهار كله، يعني باش نكونوا واضحين انا وياك. ولكن هذا لا يمنع ان في القنوات الرسميه خص تكون الامازيغيه هي لها دور. تكون، علاش؟ احنا القنوات الرسميه خاصها تكون تؤمن بذاك التعدد ديال الثقافات من جميع انحاء المغرب. حنا كاين هذه الالتفاته، داروا قناه على مستوى جنوب المغرب بالنسبه للحساني، راه خدام تما في قناه ارام عندك الامازيغي نفس العمليه، القناه الثامنه. ولكن القناه اللي هي رسميه اللي هي ديال المغرب ككل خاص يكون عندها واحد المعادله في انها تعطي الحق لهادو ولهادو ولهادو ولهادو. وهذا الشيء هذا كله انا كنعاود كنرجعها انه البرنامج لما كيتم انجازه، وكنقولوا راه هذا برنامج سهرات غادي يبدا يدع في التلفزيون كل اسبوع او لا هذا ولا هذا، هنا كترجعي للجهه اللي كتكون كتخلق الكونتاكت مع هذوك لي زارتيست. هنا فين كاين بيت القصيد، واش هذا السيد باغي يجيب هذوك الناس بضمير ويامن بديك التعدديه ويامن بذاك الثقافات ويامن بهذا، راه غيخدم وغادي تشوف في جميع الانماط. ولكن الا كان عنده فئه معينه ولا كان عنده تحيز لشي لون معين او لا كانت شي امور اخرى لا يعلمها الا الله، راه كل واحد كيفاش كيمشي الامور ديالو. هنا الا بغات الدوله تلقى حل راه ممكن تلقاه حتى على مستوى التلفزيون. اشنو فيها كاع ندير في نفس النهار كاين 8 القنوات، هذه قناه امازيغيه، هذه قناه كذا، هذه كل سهره كتاخذ لون معين وكيبقى الجمهور حريه الاختيار. وانت راه عندك غادي تغير غير الزر، مشي عند هادو ولا مشي عند هادو ولا مشي عند هادو ولا مشي عند بلا ما نبقاو في حتى شي مشكل. ولكن صعيب باش يتنفذ هادشي على ارض الواقع. فعلا صعيب، ولكن كنتمناو ان تبذل المجهودات بانه باش تنفذ هادشي واننا باش نلقاو المستوى ديال نتمناو على الله يا ربي. وكاينه ظاهره اخرى اللي ولات كتسيطر على المجال الفني اللي هي فناني الاعراس، ما بات يعرف بفناني الاعراس. فشنو اللي خلى الفنان يلجا للاعراس والمناسبات بدل التركيز في الاعمال ديالو الفنيه؟ كتعرفي انه كورونا جات دارت بلاصتها مزيان، وهذه دابا واحد الفتره طويله الناس ما بقاش خدامه، المنع ديال عدد من المهرجانات
ما بقاوش المهرجانات. كانوا المرافق السياحية كلهم كانوا مسدودين في واحد الوقت معين. فمني جا داك البصيص من الامل باش يرجع الفنان ثاني يشتغل، اعطاو الحل الاول هو استعادة النفس بالنسبة للأعراس. اذا حتى بالنسبة لهذاك اللي كان كيشتغل بواحد اللون معين على مستوى المهرجان، على مستوى التلفزيون، على مستوى المرافق السياحية، ما لقى قدامه الا العرس. العرس شنو غادي يدير؟ غيضطر يمشي فيه بالطقوس ديالو، والعرس المغربي كيكون مسيطر فيه اللون الشعبي ديالنا. فعلا احبابنا ام كريم، يعني كندورو ندورو تاعنا في مصر. هادشي اللي كاين اليوم انت كتشوفي ما شاء الله، كاين بعض الفنانات اللي غناو الروائع ديال ام كلثوم وغناو المستوى العالي ديال، اليوم كتسمعهم كيغناو والله استحي حتى ان اقول عنوان اغنيه واحده من هذوك اللي كيغني. فعلا علاش؟ انا كنقولوا ثاني كنرجعوا ان الماده هي المسيطره وخاصنا نوصلوا لها باي وجه كان. وفي الاخير بغينا شنو هي الرساله اللي كتوجه للقائمين على المجال الفني في المغرب؟ يتقوا الله في بعضياتهم، بعد اول حاجه يتقوا الله في بعضياتهم. ثانيا كفانا لوبيات ومافيات وهادو ديولي هما اللي خصهم يخدموا، وفين ما تكون شي خدمه خص يجيو هاد الناس هادو، حرام. يد الله مع الجماعه ماشي مع الفرد. شكرا سي مصطفى. مرحبا مرحبا. وكان هذا هو لقائنا مشاهدينا، على امل اننا نتلاقاكم في لقاء جديد ان شاء الله في موضوع جديد ومع ضيف جديد. السلام عليكم.